بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. من الموضوعات التي ينبغي علينا أن نتعرض لها في باب السمعيات في أمور الاعتقاد البعث والحشر. والبعث هي مرحلة تالية للقبر أو لما يحدث للإنسان بعد أن يقبر وبعد أن يموت وبعد أن يقبر. الآن حينا مات فشيعناه إلى مثواه الأخير. بالنسبة لنا هو مثوى أخير في عالم الدنيا، لكنه يضع قدمه هذا الميت على أول عتبات ودرجات القيامة، فإذا مات قامت قيامته، فلا عمل له بعد ذاك، وإنما هو يتلقى جزاء عمله، يتلقى جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويظل هكذا في البرزخ إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالساعة. وهنا في ذاك الوقت يبعثه الله من جديد، هذا الميت الذي رقد في قبره إذا ما أتت الساعة بعثه الله مرة أخرى وأعاد إليه الحياة بعد أن كان قد فقدها بعد موته مباشرة. هذه العملية، عملية الإحياء الثانية التي تمت له بعد أن مات، هذه العملية تسمى بالبعث. إذن البعث هو إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية. والأجزاء الأصلية هي التي من شأنها أن تبقى مع الإنسان منذ مولده وحتى وفاته، لا يحدث فيها تغيير، ولو قطعت قبل موته تعود إليه أيضا، تجمع إليه مرة أخرى. إذن هذا هو معنى البعث. الله عز وجل يحيي هذا الميت ويخرجه من قبره بعد أن يجمع أجزاءه التي لا يعتريها تغيير من أول ما يولد وحتى يقبر، من أول عمره إلى آخر عمره. هذه الأجزاء هي التي تجمع، حتى ولو قطع منها عضو في الحياة الدنيا قبل موته فإنه يعود إليه في الحياة الثانية أيضا. الأجزاء غير الأصلية
هذه لا تعود على أرجح الآراء، كطول الشعر مثلا وكالأظافر مثلا وكالسمنة كالنحافة كالدماء التي تتغير وهكذا، الخلايا التي تتبدل كل يوم وكل ساعة في الإنسان، هذه الأعراض لا تعود، وإنما الذي يعود أجزاؤه الأصلية. طيب إيه الدليل على الكلام ده؟ الأساس الدليل النقلي، الأساس أننا نقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بذلك. والإيمان أصلا لا يكون إيمانا إلا إذا كان عن غيب، الإيمان بالغيب. ولذلك أول صفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ثم بعد ذلك يقيمون الصلاة وغير ذلك، وهذا غيب أخبرنا عنه الصادق ونحن نصدق ونزعن ونؤمن ونوقن يقينا لا يعتريه شك ولا يهزه أدنى ريح. إيمان العجائز لا يتزعزع ولا يتغير ولا يتبدل مهما تعرض الإنسان لشبه ومهما كثر المنكرون، فلا قيمة لكل ذلك. يكون مثله في الإيمان كمثل المرأة العجوز التي قالت ذات يوم لما وجدت الإمام الرازي يحتف حوله تلاميذه، يلتف حوله تلاميذه ويحتفون به، فقالت هذه المرأة من هذا الذي تحتفون به وتلتفون حوله هكذا وتهتمون به؟ فقال لها أحدهم ألا تعرفيه، إنه الإمام الرازي الذي أقام 100 دليل أو 1000 دليل على وجود الله. فقالت المرأة بإيمانها الفطري ومتى كان وجود الله يحتاج إلى دليل؟ والله لولا أن في رأسه 100 شبهة لما أقام 100 دليل. هذا كلام يقال في هذا الباب، حتى ولو لم تكن الحادثة قد حدثت لكن لا تخلو من عبرة وعظة. فنحن نؤمن بالغيب حتى ولو كانت عقولنا لا تستطيع أن تصل إلى التصديق به، لأن عقولنا متهمة في هذه الحالة وحواسنا متهمة في هذه الحالة. ورغم ذلك العقل يصدق، العقل لا ينكر، أمور ورد بها السمع وصدقها العقل وحكم بإمكانها لا باستحالتها. هل العقل ينفي أو يقول باستحالة الحياة بعد الموت؟ لا، لأن ببساطة شديدة الذي أحيا الإنسان أول مرة من لا شيء قادر على إعادته مرة أخرى إلى الحياة، فالله خلق الإنسان ولم يك شيئا مذكورا، خلقه من العدم وأمده من العدم، فإذا ما قدر عليه وأماته
وأقبره، ألا يقدر على إعادته وبعثه مرة أخرى؟ العقل المجرد بغض النظر عن النص لا ينفي ذلك ولا يرى استحالة ذلك، لأننا في دنيا البشر الإعادة دائما أهون عندنا من الابتداء. أنت عندما تقرأ الكتاب أول مرة تجد فيه صعوبة، فإذا ما أعدت قراءته مرة ثانية تجده أسهل من ذي قبل وأهون من ذي قبل، لأن الإعادة عندنا نحن في عرفنا نحن البشر أهون من الابتداء. حضرتك ممكن تبتكر شيء معين قد تمكث فيه سنوات وسنوات حتى يخرج على الصورة المرجوة بالنسبة لك، هذا أول مرة، لكن إذا ما أردت أن تصنع مثله هل يأخذ نفس الوقت ويكون بتلك الصعوبة؟ لا، المنطق والعقل يقول لا. فالله عز وجل الذي ليس عنده شيء هين وأهون ولا شيء صعب وأصعب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل يعجزه جل جلاله أن يعيد الإنسان بعد موته؟ كلا. ولذلك العقل يقول لو كان وجود المعدوم، يعني الذي مات وقبر و فنيت أجزاؤه جميعها ولم يبقى معه شيء إلا عجب الذنب كما يقولون، والتراب أكل محاسنه واندثر، لو كان هذا المعدوم إعادته ممتنعة يعني مستحيلة لما وجد أولا، لما وجد أولا، لأن الإعادة في المرة الثانية إعادة من شيء، جمع أجزاء كانت موجودة من قبل. أما الإحياء الأول، الخلق الأول كان من لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالذي أحيا من لا شيء قادر على الإعادة من شيء. لكن هل يستطيع أحد أولئك الذين يغترون بالمعارف الحسية أو العقلية ينكر الخلق الأول؟ لا، هو يشاهد، هو نفسه مخلوق يشاهد كل المخلوقات أمامه بمحسوساته الظاهرة والباطنة وبعقله أيضا لما غاب عنه. إذن فلماذا لا نتصور الإعادة؟ إذن من السخف ومن الغباء ومن الهطل ومن الجنون أن نجد واحدا ينكر البعث. وأنا قلت لكم عندنا نحن البشر في قوانيننا الدنيوية الإعادة أهون من الابتداء، فما بالكم برب العزة جل وعلا. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فالذي بدأ الخلق هو الذي أعاد، وقدرته واحدة،
ليس له قدرتان متفاوتتان في القوة، هي قدرة واحدة لها طلاقتها. هذه القدرة هي التي أثرت فأوجدت الإنسان من لا شيء، وهي ذاتها التي أثرت فأحيت الإنسان من شيء بعد جمع أجزائه الأصلية. ومن العجيب أنك تجد الناس أو بعض الناس ينكرون هذا. الواحد منهم يقول: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ بل يتجرأ غليظ القلب منهم ويأتي بعظمة من عظام الأموات بعد أن رمت وبليت، ويفركها بيده أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أترى أن هذه بعدما رمت وبليت يحييها ربك؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، يحييك ويبعثك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي جعل من الضد ضده من الشجر الأخضر نارا، أليس قادرا على أن يجمع الإنسان مرة أخرى ويحييه؟ القرآن الكريم حافل بالرد على منكر البعث في كثير من آياته وفي كثير من المواضع والمواطن. هذه الآيات تجسد لنا صورة حية عن حال أولئك المنكرين. قلت: جاء في القرآن الكريم إنكار المنكرين في قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، في سورة قاف. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هو لم يتصور أن هذا الذي صار ترابا أن يعيده الله مرة أخرى ويقول: ذلك مستحيل، رجع بعيد. وهو لا يعرف أن الله يعلم دقائق الأشياء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. بل الله عز وجل علمه فاق ذلك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يأتي الواحد منهم من أولئك المنكرين ويقول: كيف أخرج حيا بعد أن أموت؟
ويصيغ القرآن الكريم ذلك بأسلوب بلغ الغاية القصوى في البلاغة والفصاحة والبيان والإعجاز في سورة مريم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذا نص إلهي ناطق بعقل، هل العقل ينكر هذا؟ هذا تذكير واستحثاث للطبع واستنهاض للعقل. أيها الإنسان، ألا تتذكر أني قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا؟ فلماذا تقولها هنا أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ نعم ستخرج حيا، لأن الذي سيخرجك هو الذي خلقك ابتداء. بل أنت تستغرب من أنك بعد أن تصير ترابا تعود مرة أخرى للحياة ويبعثك الله. الله عز وجل يتحداك ويقول لك حتى ولو كنت شيئا آخر غير التراب مما كبر في صدرك من الحديد أو غيره فإن الله قادر على أن يبعثك أيضا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي آخر ما ورد في سورة الإسراء أنهم كفروا لأنهم قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ القصة أكبر من التراب. حتى ولو كنت حجرا أو قطعة حديد فإن الله قادر على أن يعيدك. لماذا؟ لأن خلقك أنت ليس أكبر من خلق السماوات والأرض. فالذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلقك أنت من تراب، ثم تقلب التراب في أطوار الخلق حتى صرت إنسانا تمشي وتتحرك وتكون لك إرادة وتكون لك حرية الاختيار، وتنكر البعث وتنكر قول الله تعالى وترد القول على قائله. نعم أنت تقلبت في الخلق، أنت تعلم أن أصلك تراب، لكن هل أنت الآن بهذا الجسد وبمكوناته تراب؟ أنت لحم وعظم ودماء ومحسوسات ظاهرة ومحسوسات باطنة ووجدان وقلب وفؤاد ومشاعر إلى غير ذلك.
فمن الذي نقلك من حالتك الترابية إلى حالتك التي أنت عليها الآن؟ أوليس الذي قدر على هذا قادر على أن يعيدك من التراب مرة أخرى؟ أنت لم تكن شيئا فخلقك من تراب، هذا التراب تقلب في أطوار الخلق حتى صرت نطفة فعلقة فمضغة فعظاما، ثم كسى الله عظامك باللحم ثم أنشأك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يأتي في سورة الحج آيات تقرع القلب الجامد وتهز كيان الكافر قبل المؤمن لكي يؤمن بالبعث. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هل بعد هذه الآيات يستطيع إنسان عاقل أن ينكر البعث؟ إن في هذه الآيات دعامتين اثنتين، الأولى أن التراب دار دورته وأخذ يتطور في أطواره الخلقية حتى صار دما ولحما، تراب تحول إلى دم ولحم وعظام. الثانية أرض ميتة نزل عليها الماء فأحياها الله بهذا الماء فتهتز وتربو وتخرج من خيراتها من كل زوج بهيج. التراب استحال إلى لحم ودم وعظام ووعاء صار أهلا لنفخ الروح للخلق الآخر، ثم خرجت طفلا ثم شابا، ومنا من يصير شيخا وهرما ثم يموت. كل ذلك أنت تؤمن به ولا تؤمن بالبعث، كيف؟ هذه الأرض الجدباء الميتة بمجرد أن ينزل عليها الماء
يحييها الله عز وجل، تحيا من جديد وتهتز، تعبر عن حياتها بهذا، تهتز وتربو ويتفجر منها من كل زوج بهيج. الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثك مرة أخرى. إذن بعد هذا البيان الإلهي وبعد هذا الذكر، لا يجوز لأحدنا مهما بلغ في تعليمه وفي تفكيره ومهما تفلسف أن ينكر أن هناك بعثا وأن هناك حشرا. فالحشر هو مرحلة تالية للبعث. البعث كما قلت إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية ولو قطعت قبل موته. أما الحشر هو سوق الناس إلى الأرض المحشر، سوق الناس إلى موقف الحساب. وما أدراكم ما موقف الحساب؟ سوق الناس إلى موقف فيه فصل القضاء. هذا الموقف ينتظر الناس فيه الفصل بينهم. وتخيلوا ألم الانتظار. حضرتك لما تكون مسافر وتجلس دقائق على محطة القطار أو غير ذلك، تشعر وكأنك مكست الدهر كله، ويعتريك الملل والضجر لأنك تنتظر القطار الذي لم يأتي بعد، وقد لا يتجاوز الأمر ساعة أو ساعتين. ثم في النهاية أنت تنتظر، ماذا تنتظر؟ أنت تنتظر قطارا تركبه لتذهب به إلى مكان ما. لكن هؤلاء ينتظرون الفصل بينهم، وبعد الفصل إما إلى نار أبدا وإما إلى جنة أبدا. إذن فالحشر بعد البعث، وهو سوق الناس إلى الموقف العظيم، إلى أرض المحشر، ينتظرون فيه الفصل بينهم. موقف الحساب اسم مكان، يعني الموضع الذي يقف فيه الخلائق من الأرض المبدلة. والعلماء يقولون هي أرض القدس، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قالوا إن أرض الموقف أو المحشر هي القدس، الأرض المبدلة التي لا معصية عليها قد ارتكبت. القضية في الآتي: هل
كل شيء مخلوق يحشر؟ هل كل شيء خلقه الله تعالى يقف في الموقف العظيم؟ هنا العلماء لهم آراء. المحققون من العلماء، أعني بالمحققين المدققين ووافقهم الإمام النووي رحمه الله، أن الحشر يكون لمن يجازى من الإنس والجن والملك، يعني ثلاث أصناف من الخلق فقط هم اللي هيحشروا واللي هيقفوا في أرض المحشر في الموقف العظيم: الإنسان، الجن، الملك. فقط؟ قالوا لا، في أصناف أخرى هتحشر، بس هذه الأصناف ستحشر ثم تكون بعد ذلك ترابا، يعني ليس ثمة جنة ولا نار، فلا جزاء لهم ولا عليهم. من يجازى من البهائم والوحوش يبقى إذن رأي المحققين الإنس، الجن، الملائكة، من يجازى من البهائم والوحوش هذا كله يحشر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتص للشاة العجفاء من الشاة القرناء، ثم يقول لهم: كونوا ترابا. يعني حتى البهائم لو أن بهيمة اعتدت على بهيمة فإن المعتدية لا تسلم باعتدائها. البهائم العجماوات تحشر. فما بال البشر؟ الذين يستمرؤون الظلم والمعصية ويسلبون الناس حقوقهم ويغارون على مقدراتهم ويسلبونهم كل شيء حتى حرياتهم. اغتررتم بقوتكم الآن، فماذا تصنعون غدا؟ غدا هناك محشر وهناك موقف عظيم وهناك يقتص منك. أولم يقتص الله تعالى للشاة العجفاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي اعتدت عليها؟ فكيف بك أنت؟ إذن الحشر يكون لهذه الأصناف: الإنس، الجن، الملك. من يجازى من البهائم والوحوش؟ الرأي الثاني: ذهبت طائفة من أهل العلم أن الحشر يكون لمن يجازى من الإنس والجن فقط، ده الرأي الثاني. إذن الرأي الأول أعم، شمل الإنس والجن والملائكة ومن يجازى من البهائم والوحوش. الرأي الثاني
يقول الحشر يكون لمن يجازى من الإنس والجن فقط، أما الملائكة فلا ينتظرون، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا كله لمن ولد كاملا، يعني صار طفلا. أما من لم يولد كاملا وهو السقط فللعلماء فيه رأيان، رأي يقول أنه لا يحشر ويصير ترابا، ورأي يفرق بين السقط الذي نفخ فيه الروح والذي لم تنفخ فيه الروح. فقالوا السقط الذي لم تنفخ فيه الروح هذا يكون ترابا ولا حشر له، أما الذي نفخ فيه الروح فإنه يحشر كاملا ويدخل الجنة كاملا كمن يدخل الجنة. أول من يحشر هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول من ينشق عنه القبر، وهو أول من يرد الحشر، يأتي إلى أرض المحشر يعني، وهو أول من يدخل الجنة ويطرق حلقها، ويليه نوح عليه السلام، ثم الأنبياء، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قلت لكم المحشر هو المكان أو الموقف العظيم، موقف الحساب، هو المكان الذي ينتظر الناس فيه فصل القضاء. لكن هل كل الناس على درجة واحدة من الانتظار؟ الناس في ذلك مراتب، الناس في ذلك مراتب شتى، منهم من يكون في الموقف راكبا، في الموقف العظيم المهيب هذا لا يكون على قدميه بل يكون راكبا، وهؤلاء هم المتقون. ومنهم الماشي على رجليه وهو قليل العمل، مؤمن قليل العمل. ومنهم المنبطح على وجهه، سنسمه على الخرطوم، وهم الكفار. والحشر أنواع، نوعان في الدنيا ونوعان في الآخرة. أما اللذان في الدنيا فهو الجلاء الذي حدث لليهود من جزيرة العرب، سمي ذلك حشرا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والثاني سوق النار الناس إلى أرض المحشر، وهذا يكون في الدنيا، وهذه من علامات الساعة. ثم بعد ذلك الحشر الذي يكون في الآخرة، وهما أيضا نوعان، الحشر الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن، والحشر الثاني هو صرف الناس من الموقف إلى الجنة، إلى الجنة أو إلى النار. وأما الأدلة على الحشر فالكتاب والسنة والإجماع، وريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.